الشجرة العجيبة بألوان الطيف، الحفرة اللي بسببها مات الكثير من السياح، والمزيد في هذا الفلوج. تابعوني. هذا الاوتفيت حقي اللي راح البسه اليوم. راح نسوي كذا تقريبا هايكينج، بس مش يعني هيفي هايكينج، راح يكون هايكينج على الخفيف، وبعدين راح نزور المدن او الليتل تاون قصدي الصغيره نتمشى فيها. اوكي، المكان اللي رحنا له اسمه دراجونز تيف، أسنان التنين. المكان جميل، والهايك عبارة عن نصف ميل وتطلعون على المحيط أو الأوشن، مش طويلة أو متعبة، لكن ما أنصح تروحون له لما يكون الجو ممطر أو بعد ما يمطر الجو، لأنه راح يكون خطر وسهل الانزلاق فيه. وجهتنا الثانية عبارة عن ميل ونصف رايح جاي، يعني هايك مش طويل، وكانت لمنطقة ناكاليلي، واللي أيضا ما أنصح أنكم تروحون لها لما يكون الجو ممطر أو بعد ما يمطر بسبب خطر الانزلاق. أيضا من المهم ذكره أنه هذه المنطقة تسببت في وفيات سياح كثير في هاواي للأسف، والسبب أن السياح ما يحترمون لافتات التحذير ويقربون من البلو هول، يكونوا مرة قريبين للفتحة اللي تنفجر منها الموية، ويتوقعون أن جسدهم أثقل من أن الموية تسحبهم وينصدمون بقوة الدفع والسحب اللي للأسف تؤدي للغرق والوفاة. لكن خليني أقولكم، تقدرون تستمتعون بالمنظر عن قرب بدون تعريض حياتكم للخطر. تابعوني. That's so pretty.
طريق العودة لشقتنا أخذنا الهايوي كاهاكيلي واللي مناظره ممتعة للعين، وأيضا من خلاله راح تشوفون كاهاكولوا هيد واللي شابه في منظره للهاف دوم في يوسيميتي كاليفورنيا. اللي راح اليوسيميتي بيعرفون وش قصدي. في آخر اليوم حجزنا نتعشى في مطعم كابالوا غولف، مطعم فيه لايف ميوزك والأكل كان فوق الخيال. ماسكين خط اسمه Road to Hana. Hana هذه منطقة في كيا جزيرة ماوي، ومرة مرة 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 مشهورة، يعني منطقة سياحية، فأحنا رايحين لها. مشكلة الخط هذا مرة 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 خطر ومرة صعب، وطول الخط ما في شبكة، يعني سالفة إنك تعتمد على جوجل ماب انسوها. فلازم لازم 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 إذا تكون معاكم خريطة وتعرفون تقرون الخرائط، لأن مو أي حد يعرف يقرأ الخرائط الورقية. يا إما والحل الأبسط والحل الأسهل، اسمعوا بس بقول لكم عنه بعد شوي. فهذا هو تطبيق احنا حملناه قبل لا نمشي، تقريبا سعره $10 $10 جايد جو جيبسي. المهم انه يعني موجود في ابل ستور، تقدرون تشترونه، ويعلمكم لما وين توقفون، ويعلمكم المناطق السياحيه، ويعلمكم يعني اتس لايك سو جود، حتى يعلمكم اذا في ستوبس للاكل او للحمامات، واذا في باركينج ولا لا. مره خطير. Don't forget to use this app. في طريق الذهاب لهانا أخذنا الطريق الشمالي وهو الأبسط، وفي الرجعة أخذنا الطريق الجنوبي وهو الأصعب، بس كلهم يحتوون على مناظر وشلالات ما تتفوت، لكن الطريق الجنوبي مناظره أجمل وراح أوثقها لكم بالفلوغ القادم.
لازم توقفون في منطقة كيناي عشان تشوفون الأشجار الرهيبة اللي كأنها من عالم أليس في بلاد العجائب. اسم الأشجار شجر ألوان الطيف، من أجمل المناظر اللي شفتها في هاواي. خليكم تستمتعون بجمالها. الأشياء اللي يتسلق فيها طرزان ما أدري من رأسي. أنا يعني خايفة ألمس هذه الأشياء لأنه ما أدري تعبان ما أدري وش. خليني ألمس. أوه أوكي لسه. أوكي مع السلامة، اللي يطيح على رأسي شيء ما موت. تشوفون كيف الألوان؟ يسمونها rainbow tree. هذا طبيعي طبعا، ما حد صابها ولا شيء. Check out a little chocolate room. Looks like it. I don't think I would eat it. Same way back. It usually take 30 minutes. Keep it to that, I let you in. Okay. I grab you flashlights, and we do charge $15 per person. Okay, we're good. Okay. Okay, راح نروح الكهف. لافا طبعا من البركان. اللافا means والله ما ادري ايش قاعد اقول صراحه، تعبانه وقاعدين نمشي لنا تقريبا 5 ساعات في الطريق او 4 ساعات. So we will use this and go inside. For this. Mommy. قطرة نزلت على راسي. شوفوا الجمال.
صوت. I don't know if you hear it or not. بس قاعد تقطر علينا موية من فوق. شعور الكهف. مشينا كل هذا. Cave, volcano cave. كهف بركاني. يقولون هذا ذهب. شوفون ما أدري. أحس إنه يمكن ال color gold but it's not real gold. بس ما أدري. لأنه أحس لو real gold people would put it off. صح ولا لا؟ ما رح يخلونا. إذا الأهرامات لما انبنيت انبنيت من رخام والتب حقها كان gold. وما شاء الله لما سقطت الإمبراطورية الفرعونية انسرق الرخام وانسرق الذهب وكل شيء تتوقعونه. في إمبراطورية فرعونية والله ما أدري المهم يعني لما سقطت المسقطة الفراعنة that's what happened. Anyways خلنا نروح ليسحب علي زوجي وينسعني هنا لأنه ممكن تحصل ممكن تحصل. هو من النوع اللي إذا شاف طبيعة وعرفته اللي مسمرايز يمشي يمشي بعدين أوف وين دانا. بس في البحر لا في البحر حريص أكثر يدورني وكذا لأنه يخاف من الأمواج تاخذني. بس والمشي زي كذا لما هي فيلز إنه سيف يمشي يشحط سريع. You don't want me talking about my life. شوفوا هذا وراي. أنا ما أشوف شيء ولا الكاميرا تشوف شيء. This is really scary. تسمعون قطرات الموية؟ God, how pretty! Hello. هو قال لنا the guy اللي sells the ticket, which is by the way 15 per person, 15 لكل شخص دولار طبعا. قال لنا إنه هذه كأنها chocolate. بصراحة صادق. كواحدة محبة للشوكولات. كأنها شوكولاتة. It's literally like chocolate. هذه هي نهاية الطريق. We can't get behind this line. That's it. It says stop in that sign. توقيتنا جيد ووصلنا لهانا على وقت الغروب وجاء وقت نرتاح عشان تبدأ مغامرتنا لليوم الثاني.